نزفه لكل الناس اللي في نص اليوم على قناه الشروق الاخباريه دائما برنامج الشروق مورنينج يجيب لكم كل ما هو جديد ومتجدد في مختلف الفقرات والمواضيع وللبيئه حيز كبير من هذا البرنامج خاصه خاصه انه العائلات والاسر الجزائريه تربينا يعني على حب الطبيعه وحب النباتات والغريسه والليبود فلور ولا كل هذه الامور انا شخصيا كبرت عليهم فبالتالي نحب هذه الفقره. اذا مشاهدينا الكرام فقره أكسجين اخضر تعود من جديد في يوم الثلاثاء بنباتات اخرى تعرفوا عليها. صبيحه اليوم مع الاخصائيه والمختصه السيده او مختصه في البستنه وتصميم الحدائق السيده يعقوبي سهيله اهلا وسهلا بك في البرنامج اهلا وسهلا بك وصباح الخير مشاهدين إذا السيدة يعقوبي فرحان جدا اني استقبلتك اليوم في البلاتو صراحه نتلاقاها في الكواليس بعد الحلقات نعم. نشوف لقاءاتك مع زميلتي في ريال خليني اقول دائما تكوني حاضره معها في هذا الفقره يوم الثلاثاء نعم. لانه اليوم هي تقدم فبالتالي كنت دائما نقول يا ريت نجوز معها في هذا الفقره لانه انا وياك سيدتي آه خليني نقول نشتركوا في حب الطبيعه نشتركوا في حب النباتات انا شخصيا يعني كبرت على حب النباتات وكبرنا في دارنا يعني نغرس النباتات بمختلف انواعها ونتهلاو فيها كما نقولوا فبالتالي هذا الشيء يجمعني انا وياك ويجمعنا ايضا مع المشاهدين. المشاهدين الكرام فراني فرحان كي راكي معايا. انا مسروره جدا بك. والله صدقيني سيده يعقوبي فرحان لانه راح نحكوا في هذا الموضوع نعم. صحيح هذا اليوم موضوع مهم نعم. جدا وهو نباتات الزنا الداخليه العنايه بنبتتي دراكيانا. هكذا وصحح لك ليس دراسينا صدغةك... اصبحنا عاودينا شنو ولا دراغونيه دراغونيه نعم ولا روكاريا 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 هذه هي التصحيحه نعم احنا متعودين نشوفوا مختلف انواع النباتات لكن ما نعرفوش اسمها يعني ما نركزوش في اسماءها العلميه تحديدا بالدرجه واش اسمها الاولى هي هي واسمها يعطولها يعيطوا لها اروكاريا اروكاريا حتى بالدرجه درسينا درسينا <صليل> طاغونيه يلا نتعرفوا على هذه النباتات بما انك خبيره نعم في المجال ما هي مميزات هذه النبته نعم نعم أه هناك كل نبته عندها خصائص أه متخصه بها أه اسم النبات هو دراسينا النبات الاول هو دراسينا نبات داخلي داخلي وفي حقه الامر يعيش في خارج المنازل لكن مع الوقت دخلوه بما ان هناك ظروف ملائمه له في الداخل دخلوه هو نبات داخلي تزييني باوراقه يعني يعيش برا ويعيش في الداخل أيضا يعيش داخل ويعيش برا ونويه التربه اللي يحبها نويه التربه اللي يحبها يعيش في تربه خفيفه نفوده فيها تهويه درجة الحرارة اللي يقدر يعيش فيها ما بين 18 حتى 22 درجة أه يعني كيما يعني درجة الغرفة كيما درجة الغرفة علاه نقولوا له نبات داخلي أه لا لوميير ولا الضوء يحب الضوء ما يحبش لو سولي يحب يقول أشعة الشمس ما يحبش يتغذى باشعة الشمس ما يحبش اشعة الشمس اه ما يحبش يحب الضوء اه يحب الضوء هو نبات داخلي يحب الضوء يعني ميم يعني اسمحي لي فقط نقاطعك في هذه النقطة تحديدا الناس اللي نعم. يفهموا لما نقول لهم يحب الضوء يروحوا يحطوه في آه. اشعة الشمس باعتقادهم لا. انه هي الضوء الطبيعي لا لا الدوء. هو هذا خطأ خطأ اشعة الشمس حاجة حاجة والضوء حاجة جميل الدوء. هكا باش كي, كي تكون كي تكون المنزل نقولوها وضاوي اشعة الشمس ما تدخلش الضوء برك سي لا ليمييغ ماشي لو سولاي ديريكت هذاك ما تحب ما تحبش هذا النبات تاثير مباشر تاع اه. يكون سلبي يكون سلبي هذا النبات اللي هو نبات الغصينه بالنسبه آه للمياه كيفاش نسقوه؟ المياه نسقو؟ نقدروا نغر... نسقوه على الاقل خطره في, ال... في السمانه آه لاخاش هناك كيما نقولوا اختلاف كيكونوا في الصيف والربيع وكيكونوا في الشتاء بما انه نبات داخله هو الداخل يعني على حسب على حسب الـ 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 الغرفه لا تمبيراتور تاع ولا درجه الحراره تاع الغرفه دونك نقدروا اون فوا بار سيمين اللي هي خطره في كافيه طيب الكمية. والكميه والكميه حنا كي يخرج الماء من الثقب لتحت بس نديروا لي سوتاس هذوك لتحت كي يخرج سي بون حبسوا خلاص وكي نعاودوا المره الاولى الثانيه كيكون شويه ناشف التربه تكون شويه ناشفه نسقوا النبات هي دو بريفيرونس الماء تاع الحنفيه نسقوا به بصح نخلوه على الاقل 24 ساعه باش ما يكونش فيه الكالكير يهبط الكالكير اي يحبط الكالكير دو بريفيرونس من الافضل باش نسقوا به النبات تاعنا هذه معلومه مهمه جدا يعني نعم الناس لازم ما بها الناس ايه يعمروا القرعه ولا يروحوا مباشره يسقوا النبات هو غير مفيد غير مفيد النبات كونترير يقدر يقتل النبات للاسف الشديد نعم وهذا النبات تاعنا اللي هو دراسينا يقدر يوصل الارتفاع تاعه داخل المنزل حتى اه مترين 2 متر 2 متر بطبيعه الحال كاين انواع من لي دراسينا كاين دراسينا دريمونزي كاين دراسينا مارجيناطا كاين لي مازونجيانا هي الاختلاف يكون في الاوراق كاين الاوراق تاعها عريضه وكاين الاوراق رقيقه تاعها جميل طيب الناس بزاف زمان كانوا يحطوا لي الله الله تجوزي تلقاي الورود والناس تسقي والدنيا خضراء اليوم مالاش نشوفوا في هذا المظاهر للاسف الشديد الناس نقصت بكل صراحه نعم 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 هي كي كانت في الكوفيد نهار كي جا الكوفيد الكورونا كان الناس تهتم اكثر عودة ولات هذا الوزن كانت الناس تهتم اكثر كنت نشوف يروحوا المشاتل يشروا كاين يشتغلوا بهذا النباتات ينقلوا يديروا كما نقولوا ينقلوهم في في اسس اخرى ولا يديروا عمليه التكاثر صافي كان كان اقبال كبير للاهتمام اكثر كبير اهتمام كبير واقبال كبير على هذه النباتات وحنا النباتات كيما نقولوا هي الطبيعه انا بالنسبه لي يعني هي طبيعة, طبيعة نعم يعني هي الحياه نعم نعم تروحي لمكان ما فيهش ولا مكان اماكن خلينا نقول جرداء ما فيهاش النباتات ما عندك واش ديري فيها خلينا نقول هي ترد الروح تعدل نعم نفسيه الانسان نعم المزاج تهتمي بها تحسيها تكبر كل يوم تطلع لها فيها علاقه تكبر بينها وبين الانسان اليست هي ليس علاقه كذلك هي الله الطبيعه الله سبحانه وتعالى خلق هذه الطبيعه ماشي هكذاك آباء بألوانها بألوانها وأشكالها حتى يتقرب لها الإنسان يتقرب فيها أكله فيها شربه فيها صح فيها الاستراحه فيها السكينه فيها الراحه فيها الاس والله فيها الاستقرار يعني راحه كبيره في هذه الطبيعه يعني الله سبحانه وتعالى رحمنا بهذا ايضا من بين الناس اللي ربما راهي تقول يتبادر في ذهنها يقول لك انا ما نقدرش نحط البوت فلور تاعي في البالكون خاف لا من تحته ومن بعد يطيح على الناس ولا فيه خطر نقول لهم تقدروا تعكسوا البوت تاعكم تحطوه لداخل فقط باش كي يطيح يطيح لداخل في البالكون ما يطيحش على برا باش تتجنبوا الحموله الزائده وتتجنبوا وتتفاداوا خليني نقول اصابات الناس ولا والحوادث هكذا كما يكون عندكم حتى عذر البو في عوض ما تعلقوه على برا دوروه للداخل علقوه وسقوه واطه إيه. فيه وما كان... ديروش حموله زائده ايضا صح لازم يكون خفيف باسكو كاين حنا نقولوا لي سوبسترا كاين اختلاف ولا كاين عده انواع من الاتربه كاين تراب خفيف ما يكونش ثقيل باسكو التربه كي تكون ثقيله صافي كي الزيت تكون اثقل داكوغ دونك صح بسهوله يقدر يطيح الاسيس ولا دونك لتفادي هذا نديرو تربه خفيفه اللي موجوده على على مستوى البائع ولا اللي يبيع النباتات ولا التربه يعني باش يكون لو خفيف مم. طيب دائما في اطار الحديث على الفائده تاع هذا النبات بالاضافه الى انه تزين المكان آه. وتضفي رونق وديكور قوي. جديد قوي. في المنازل وايش تقدر تعطينا من فائده داخل المنزل تعطينا طاقه ايجابيه اهم كبيرة. حاجه يعني طاقه اهم حاجه هي طاقه ايجابيه كثيره وهما وشن تغير ايضا الجو تجديد, تجديد الهواء, الهواء تجديد الهواء تجديد الهواء وهاد لي بلانت كيما الدراسينا منهم الدراسينا ضد التلوث تلوث الهواء وسا دونك سي بور سا الانسان يديرها ديجا لو فيت اللي تشوف النبات هكذا بالوانه زاهية. بالوانه الزاهيه يعني نشوفوا عدم الله في خلقه كان استرخاء صح كبير حقيقه تحس بالاسترخاء نعم. والديكور هذاك نعم. الله الله اللي اللي نعم. في الصالون ولا في الغرفه ولا وي يلا واش رايك في سي... نقل في, في الوسمه طيب سيده يعقوب واش رايك نروحوا الى المشتل الصغيره تاعنا نعم. بما انه راه يحضر معنا نعم. في الاستوديو قبل ما يجي الربيع ونجوكم الى المعهد ديالكم وتعطونا حنايا في داركم بفارق الصبر اكيد نعدكم الله. باش نجوا نزوركم في المعهد تحيه ايضا للمديره بيكم. تعال مع هذه اللي المد... سهلت علينا كل الامور ورحبت بنا وراهي في انتظار الفريق ولا فريق البرنامج. لا اكيد ما. نوجه لها تحيه لانه حقيقه ساهمت نعم في هذه الفقرة, نعم. الفقره وكل ما نعيطوا لها يعني ما طردناش بكل صراحه نعم. يعني كثر خيرها كل الامور شكرا سلمك. ليك ايضا انت أي على وفائك لهذه الفقره ولدينا من وقتك لانك تكوني آآ نعم. آآ ناس في هذا نعم. المجال يلا نروحوا نعم. مباشره الى المشتله نعم. اللي حاضره معنا في هذا الاستوديو. مشتله جميله جدا مية الوان نباتات الله يبارك يلا بداية حتى بداية هضرنا على دراسينا هذه هي دراسينا هذه هي دراسينا هذه هي دراسينا فهذه هي هادي النبتة يلا نعم هذه النبتة دغاسينا اللي توصل داخل تشوفوها يعني بشكل توصل. اعتيادي نعم, نعم. دغاسينا مارجيناتا كاينها الوان اختلاف الالوان فقط هذه يحطوها بزاف لي فارماسيان كيف اه. الفرماسيات اه. لا, لا 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 وي يحبوا النباتات الداخلية وعندنا نبات اخر اللي قلنا لاغوكاريا هو هذا النوع الثاني لاغوكاريا نعم. هذه اغوكاريا سي ان كونيفير مم. نوع من انواع المخروطيات اه. اللي يعيشوا عندهم في برودة حتى مم. تحت خمس درجات اه يعيشوا في الشتاء هذا نورمال نعم ويكبروا نعم هو نبات لاخاطش عندنا نباتات داخليه عندنا التزيينيه عندنا التزيينيه باوراقها وعندنا اشجار تبغي البرد هذه عندنا اشجار تزيينيه داخل المنازل عندنا اشجار هذه الشجره في حق الامر تصل الى 25 الى 25 متر خارج 20 المنزل متر 20 متر 20 متر وفي الداخل في الداخل توصل على حساب الـ آه يعني الحجم الـ الإصيص مم. حجم مم. كل ما نكبروا الحجم نقدر توصل حتى لسقف البيت توصل يعني داخل توصل, آه. توصل حتى سقف البيت لخاطرش برا توصل حتى 20 وهذا نعيطوا لها هذو ماشي اوراق متميزه ماشي باوراقها عندنا اوراق تاعها ديزيغوي نعيطوا لها اوراق اباريه وعندها الفرو تاعها سي دي كونيفير اللي حنا نقولوا الزقوقو داخل اللي كونيفير مم. وشنو لازم يكون عندها لو ل... 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 مالي لو فيميل باش يكون عندنا يكون لنا تزاوج باش تعطينا نعم. الزقوقو نعم. يلا اليوم ما عرفت راني عند فارماسيا ما عرفت راني عند حفاف ما عرفت على هذا كل المواد نستعملوها باسكو فابوريزي نعم نعم يلا هذه هذو اللي عملية السقي لانه نركزوا جدا على عمليه السقي لازم تكون بطريقه خفيفه خليني نقول اليس كذلك كاين عنايه بعد يعني كي نغرسوا النبات ولا كاين عنايه بعد ذلك عنايه لازم نعتنوا به والصيانه صيانه من حيث السقي رش الاوراق نرشوه نورمال؟ نعم الفو لازم يجب رش هذا الاوراق كل الـ يوم ولا شحال؟ وعندنا آه تولي جور حتى تقدر تولي جور اه كل يوم. نهار بنهار لا لا نقدروا كل يوم كل مم. يوم لاخاطش راهي الداخل علاه بصح لتفادي الامراض تفضلي؟ بي... لتفادي الامراض مم. منها لاغيني روج نعيطولها لاغيني روج سي بور سا لي نرشو هذه الاوراق طيب هذا الرش ما يدخلش في عمليه السقي ما نقدروش نعتبروه سقي؟ لا لا حاجه هذاك حاجه علاش حنا باش وي وي حنا علاه بوغ لوميديتي باسكو هما يحبوا لوميديتي بزاف لاخاطش الجو اللي كانوا عايشين فيه مم. يحب لوميديتي كانوا عايشين باسكو هاد لاوتور تاعو ولا الارتفاع تاعو حنا قلنا يوصل 2 متر آه برا يوصل حتى 10 متر وبلوس دونك هو عايش تحت ظل آه نبات اخر اكثر ارتفاعا منه سي بوغ سا اللي قلنا يكون نقولوا الميكرو ليه طيب بالنسبه لعمليه الغرس باش نذكروا لا. الناس كيفاش لازم تكون؟ ايه لي بو كيفاش لازم يكونوا هذوما؟ لو بو لازم دائما يكونوا مثقوبين هاي لي اهم حاجه ايه لازم دائما يكونوا نذكروا بها الناس انه لازم, يكونوا مثقوبين طيب بالنسبه للحصى الحصى عندنا اي حصى عندنا اي حصى تقدروا ديروا حصة ولا بوليستيرين ولا آه زعما اي شيء اللي مم. إيه إيه كما يقولوا يساهم في عمليه الدريناج ولا صرف المياه ما لازم يكون صرف المياه ولا دي بي هم كاين دي بي يتباعوا ينحطوا لتحت ومن بعد باش ينحط لو تيغو ولا التربه ولا الوسط اللي يعيش فيه النبات. واليوم نغرسوا ولا لا, لا؟ اليوم واش راح نديروا عمليه تكاثر اخرى مم. اللي قلنا باسكو لي ما قلناش واش كيفاش تتكاثر هذا النبات؟ كيفاش تتكاثر؟ هذا النبات يتكاثر بعمليه الافتسال ولا عمليه الترقيد. عمليه الترقيد اللي 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 يعرفوا اللي ما يعرفوا مالفين بالنباتات يعرفوا واش عمليه الترقيد اللي هي نديروا من بعد نعاود نجيب بوغ بلوس دو دي ديتاي هي نديروا لو ساشي هنايا ان ساشي بلاستيك شفاف مم. به تربه، هذه التربه اللي هي خصيصا لعمليه التكاثر الترقيد، مم. تربه خفيفه لازم نشبخوا هذيك التربه يلا نعاودوا بالتدريج، نجيبوا صاشي نجيبوا ان ساشي اه؟ ونحطوه هنايا نحطوه. في هذا السعر الجذع حبيت تقول، نحطوه ونربطوه من الفوق ولتحت اه؟ في اسفل واعلى البلاستيك اللي درناه إيه؟ نعمروه بيان سيغ نعمروه بالتراب وبعد المده معينه اللي هي لا تتجاوز 25 يوم نضنا، لي اللي هما اه يعاودوا ينبتوا منا ينبتوا منا لاخاطش هاد هاد الجدع اللي راك هي ماشي جدع هاد النبات إيه؟ ما فيهش جدع لانه ليس شجر إيه نقدروا هذا جذر ايه هادو جذور جذور نعم علاه لاخاطش فيهم فيهم عيون إيه. فيهم عدد هادل... نعم عيون اللي يخرجوا منهم البراعم يخرجوا منهم الاوراق توسا دونك هاد العيون يجوا منهم الجذور دونك واش واش نتحصل نتحصل على نبات اخر لقيت هذا نبات الام مم. دونك نبات اخر من بعد تقطعيه نقطع ايه تحت البلاصه اللي فيها الجذور ايه فوالا نقطع تحطيه ومن بعد نرفدو ونحطو هنايا كيما هنايا هنا بوتشور زعما هاني هذه بوتور اللي كنت نهضر ترقيد نرفدها ونعاود نحطها هنايا نتحصل على نبات الام بيان سيغ ونبات اخر مم. جميل نبات اخر داكو ولا نديرو لي بوتور البوتور هذه عمليه الاكتسال انا ندمت لي جبتها ثلاث طابلات برك حتجيني <applause> يلا واصلي واصلي الحديث سيدة. نعم هذا النبات هذه مارجيناتا هذه دراسينا مارجيناتا سي لا ميم شوز مم. بون قطعناها قمنا بقطع او القطع شوف حنا متقاربين في العيون قطع بس هيك توجو ما يقص ما يقص لازم يكون فقط سيكدا. باش نشوفوا برك في الصوره طريقه القص كيفاش تكون طريقه القص قولوا تحت العين واحد 1 سنتيمتر بما انها متقاربه هذه معليش قصي هنا باسكو كي تقص هنا صافي نقصوا نقصوا تحت العين هاي تحت العين طريقه تكون مستقيمه ولا كيفاش تكون لا لا تكون مستقيمه تكون مستقيمه م. طريقه تكون مستقيمه هاي ليك هذه ايطولا بوتور دو تيت دو تيت ديروها هكذا، نعمرو التراب هاوليك. سمحي لي فقط نوري للناس، للمشاهدين، راهم يشوفوا فينا صبيح حتى اليوم، يلا، باش اه يعرفوا اه ايه. عملية القص كيفاش تكون، تكون بهذه الطريقة، يعني راكم تشوفوا فيها طريقة ماشي طريقة معوجة ولا تحاولوا دايما ما تكون طريقة هكذا، يعني هكا طريقة عادية، ايش اه. شحال من سنتيمتر نقطعوه؟ شحال من عين نخلوه؟ نخلوا العين تحت العين 1 سنتيمتر. يعني قطعوا أسفل, اسفل 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 آه. واحد واحد سنتيمتر هذه يعني طولها الفاسيله الراسيه هكا ومن بعد نديروا بيان سور لو نحطه اه نحطوا شحال نحطوا نحطوا الغرافيه شحال كميه نغلقوا نغلقوا برك فقط ما يكون على, نغلقو على نغلقو يغلق نغلقوا هذا على اه. السطح فوالا اه. نغلقوا الثقب يكون جسم يغطي هذايا يعني اا شاك كل كل مره نوري لهم كيفاش يديروا الكافيه هيليك هذه هي جست ما نغطوا هذا فقط الجزء داكا. السفلي الجزء السفلي فقط ديالنا نعم ايه ومن بعد ومن بعد نقدروا نديروا التراب التراب قلنا التربه دائما هاي أو هو الحصى خليني نعاود ها ليك معليش يلا هذا هو الحصى ايه هذا الحصى يلا هاو جبنا الحصى ورانا نحطوا فيه وحده بوحده ايه هيليك يلا رانا نشوفوا وحده بوحده نحطوها دكا نحاولوا وقل فوالا ايه يلا نشوفوا ها كي بالوحده حتى نسيو نغطوا كل الجزء السفلي تاع هذا البو ايه يلا آه. قلنا قبل ما نديروا التربه لازم نشمخوها شويه لازم تكون مندية باش المسامات يتحلوا لنا ويكون الماء كي يلا ايه داكا نبداو نحطوا التربه لا لا آه. لازم نشمخو شويه معليش اليوم راني بستاني آه ولا يلا عملية البسنا راكم تشوفوا فيها هاي نحاول نبحث على التراب ها هو كيفاش يكون التراب. التربه لازم تكون خفيفة يلا شوفوا كيفاش تكون خفيفة مشاهدينا آه ها هي خفيفة بزاف ها آه هي خفيفة آه. ماشي من النوع اللي تشوفوه برا ولا تشيروا تجيبوا أي تراب ولا هذا تراب خفيفة ماشي التربة الطينية أيضا تربة خاصه خفيفه اليس كذلك نعم راني نعاون فيك راني طب. راني صحيح شكرا لك <applause> صحيح نعم يلا نحطوا التربه نحطوا التربه هكذا نحطوا التربه يلا آه، معلش معليش نقدر نحطها هكاك كيما كنا نديره في كل مره م. نخلي شويه ونحطوا كامل حسناً. نزيدوا نحطوا نحطو كامل التربه حتى وين يشد لنا نحط اه زيد 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 خلاص خلاص معليش هكذا يلا كملناها كامل اه نحطو ندخلو ال نقدرو نديرو نحطو هاد هاد آه الفسيله الراسيه هنا سينو ولا نقدرو نحطوها هنا مع النبات قدامها قدامها كي يعاودي نوض لنا لي غاسين ونحسوا آه، بلي كيفاش نعرفوا بلي لي غاسين نوضوا يبداو ينوضوا اوراق واحد اخرين من وسط هذا النبات نشوفوهم بلي بداو ينوضوا من الوسط كيما هذه اللي راهي كيما هذه يبداو ينوضوا نعرفوا بلي مم. النبات هذا او الفاسيله هذه شدت في التربه وراهي دير في لي غاسين على الاقل قلنا واحد 20 يوم هكذاك ولا نديروا عمليه اخرى من عمليه التكاثر قلنا عملية ترقيد الهوائي حنا نقولوا <applause> له العام ترقيد هواء وهذا هذا ثاني <applause> هذا, <بنسمي التاني> هذا. <applause> هذا ما نرموش هذا ما نرموش <applause> هذا نعاودو <نعودو>. نعاودو <applause> نسقمو هنايا باش ما تغلطوش باش ما تغلطوش هاي ليك عملية القطع الأولانية باش <applause> ما تغلطوش باسكو كنديروه هكذا ما يخرجش وكنديروه تقدروا <applause> <applause> ديروه بالمقلوب دونك <applause> <applause> كي قطعنا عاودوا ديروه هكذا أه شوفوا طريقة القص تكون طريقة مائلة مائلة الجهة العلوية يلا والتحت الناس دير فقط لنا. والتحت آه. ها. يلا هاي والتحت الطريقة تكون مائلة مائلة يلا مادابية نعاود نقص أعطيني مثال نعم. شوفوا طريقة القص أو عملية القص كما راكم تشوفوا مائلة مش بطريقة عادية يلا فوالا هاي ليك طريقة مائلة شفتوا؟ راكم تشوفوا مشاهدينا أني سوا سوا لا لا خلاص دخلت في ال يلا بس أنا على المباشر نعم وهنا في أسفل نزيدوا نقطعوا أفقية هاي بطريقة أفقية نعم ماشي مع نقدروا نديروه هنا نعاودوا ندخلوه هنا ها يلا هاي يقدر يدور نقدر ينوض النبات في هذه الحاله ديال الغاسين في هذه الحاله سمحي لي فقط ما نضروش النبته ولا جذور النبته اللي تكون ش... تكون قريبه من نعم. هذه لا لا ما نقدوش نضروها لا خاطرش هذا النبات يعني ما فيش ارتفاع كبير الاقل واحد ميم با 10 سنتيمتر ميم با 10 سنتيمتر صافي ما نلحقوش من الجذور خاطرش الجذور راهي لتحت كامل داكوغ دونك ما ما نضروهاش سورتو كيكون النبات ولا الاسيس عريض دونك الجذور راهم لتحت جميل داكوغ واش حبينا نقولوا تاني لا غوكاريا عمليه التكاثر فيها يعني آه بالبذور إيه؟ ولا بعمليه اخرى اللي هي عمليه الافتسال دات عقب واش دات عقب مم. دات عقب نجبدوا زعما نحو ورقه مم. نشلخوها مع الجذع تاعها <applause> طرف صغير مع الجد تاعها ونديروا له عمليه الهرمونات، الهرمونات يتباعوهم معروفين. اه نلقاوهم. نلقاوهم ولا نديرو هرمون طبيعي <applause> اللي هي لاكانيل القرفه، لوبو تاع الورقه في القرفه ونغرسوها باش يحفز على خروج الجذور. جذور جديدة يلا واليوم جيتي هكذاك جبتي لنا عملية تدوير خليني نقول جبتين تدوير. تدوير تدوير والنعناع راه حاضر معنا صبيحة اليوم نعم. في البرنامج نعم. يلا نحكوا عليه شوية أيضاً نعم. هضرنا على النعناع ديجا قبل ديجا قلنا عملية كم اللقاءات لقاءاتك شتهم مرات <applause> الطريقة يعني أنا في يخص <applause> النباتات والبيئة <applause> والمشتلة نكون حاضر داكوغ دونك واش حبيت نقول حنا عندنا ورشة ورشة إيه؟ للأشغال اليدوية يعملوا فيها للساله تاعنا الطلبه تحيه للطلبه تاعك ايضا تحيه الطلبه تحيه عطره اليكم أكيد. والى السيده المديره فريال زروقي المهم قلنا ورشه يخدموا فيها الخشب انواع كثيره من كيما دي ميزونات ولا بور ولا ديما ولا, ولا كيما هذا الاستيس اللي ان ندير ريسيكلاج ولا عمليه تدويريه دونك النعناع يقدر يعيش في هذه في حاجه صغيره كيما هكذا يقدر يعيش لاخاطش علاه يعيش في حاجه صغيره كيما راك تقول لاخاطش هو نبات زاحف مم. يمشي مم. وما عندوش جذور يعني لي تتوغل نحو الاسفل سي <applause> ما يسحقش عمق كبير نقدروا يعني مقدوم. اي عبوه صغيره على مشروبات او اي, أي عبوة, عبوة صغيره يقول لك غير ن تو كل شيء ما يطرناش كل حاجه نقدروا نستعملوها <applause> <applause> ماشي غير هذه كاين عبوات من البلاستيك كثيره م. كبيره ذات احجام مختلفه نقدروا نستعملوا بها عده انواع دوك ماهمش المهم يستعملوهم للنباتات طيب آه بالنسبه للنعناع كيفاش تزرع باش نعاودوا نذكروا برك المشاهدين بما انه راهو حاضر على الطاوله نعم. وكيفاش نقدروا نسقوه باش يعيش لنا أيضا الناس يزرعوه ما ينجح لهمش جوستومون هو النبات انا هذا لو كان تعطيه لي نزرع نديرو كاع في لاتاي كل يوم جوستومون الناس علاه يحبوا يغرسوا باش يديروا باش لاتاي هكذا شغل غير فريشكا قدامهم آه. فوالا يحبوا حاجه يستفادوا منه جوستومون هو يحب النبات هذا ما يحبش لو سولي ديغي ما يحبش اشعه الشمس مم. يحب الظل يحب الظل <applause> ويحب الماء شحال يسقوه في الاسبوع؟ يسقوه دونك ديبون، إذا كان في الصيف ولا لازم يسقوه حتى دو تخوا فوا في, في السمانه. في السمانه. حتى اثنين إلى ثلاث مرات في السمانه. ما يخلوش الماء كانت... يعوم هكذا من فوق، لا لا. إيه. لا لا، إذا كانت هذا النبات يحب النبات هذا يحب الماء، كي نقول يحب الماء، باسكو نقدروا نديروه في أه تربة ماشي خفيفة بزاف، اللي تشد لنا الماء. داكوغ؟ أنا قلت يحب الماء، اللي تشد الماء. سي لي سا قلنا ما نديروش في تربه خفيفه تكون طينيه شويه تتلاصق تكون شويه طينيه باش يشد الماء هذا النبات كي ما يتسقاش اه ولا ما يصيبش اه كميه اللي يستحقها باش يصيب. يستحق. وما يطولش باش يكبر النعناع ما يطولش مم. لا لا ما يطولش يتكاثر. ما يطولش ويتكاثر بعمليه الافتسال ثاني دوك انا نقطع منها هكذا يديا قطع هايليك هايليك هاي معليش هاي ها تحطيها هاي هادي نعاود نحطها هنايا ها تكبر نورمال تكبر تكبر ونسقيها طريقة نحطها بسيطة ندور طريقة طريقة بسيطة, طريقة بسيطة, <تصفيق> 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 طريقة بس طريقة بسيطة يعني آه أنت تزرع والطبيعة تعطي شكرا لك سيدة يعقوبي على قبول دعمة <applause> الاستوديو شكرا على <applause> هذا الورشة اللي جبتيها لنا وعلى التفاصيل الدقيقة فيما يخص نباتات الزينة الداخلية شكراً. جد 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 مسرور بهذا اللقاء صدقيني شكرا شكرا فرحان <applause> صدقيني اكيد مشاهدينا الكريم في فقرة أكسجين اخضر هذا الفقرة اللي دائما ترافقكم يوم كل ثلاثاء وايضا من خلال حضور السيدة يعقوب في هذا الفقرة